بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء لجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع كامل البسيوني. كامل التفاصيل حول موقف العملياتية صباح هذا اليوم في سنير والخرطوم وبحري وفي الجزيرة والفاشر والنيل الأبيض والمهندسين. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. اول حاجه نمشي نشوف الحاصل في الميدان لانه في ناس دايرين اطمئنوا. احنا قاعدين نطمنك نقول لك الميدان فوق شنو بنوديك بنقول لك الحقيقه يعني ما بنديس منك ولا بنحكي لك حاجه ما حاصله بنقول لك الحاجه الحاصله. الليله كان في شغل بتاع طيران في مناطق كثيره. شغل طيران وشغل تقدم. الطيران اشتغل في مناطق كثيرة ومناطق مهمة جدا تجمعات تعاد جنجويد في مجمعات في تجمعات جايين فزع جايين على الخرطوم في تجمعات بيجمع فول لسه ما تحركوا. الطيران اشتغل حوالين أول حاجة كانت مبادر واشتغل في الطواحين حمرة الشيخ كمية بهناك يعني تجمعوا الجنجويد وعندهم مخازن أسلحة ومخازن تشوين. الطيران بينزل في الخلا بينزل في أي مكان بينزل في أي مكان بينزل بودي سلاح للجنجويد بودي حاجات للجنجويد. طيران اشتغل في المناطق دي في مبادر وفي الطواحين مناطق دي كلها اشتغل فيها طيران. اشتغل في مليط ضربات موجعة ومؤلمة كانت في مليط. اشتغل قبل أيام ضرب النيل الأبيض جوز البيض الليلة 25 تاتشر هناك اتجمعوا ومشى زارون وضرب دمر كمية كبيرة منهم. يعني شغال ما واقف الطيران شغال. أي تجمع للجنجويد في مكان الطيران زارون. أي مكان فيه جنجويد الطيران زارون. أي منطقة شكك ساي أنه حوالين الطيران زارها. يعني الطيران كان مغطي مساحات واسعة من السودان. أي منطقة فيها جنجويد أنت بتخيل لك الطيران زارها. يعني دمر قوات يعني ناس بقت 25 20 اقصى حد ممكن تلقى 30 عربيه وال 30 ذاتهم ما بكونوا كلهم سناي ودوشكا بيكون فيهم عربات مدنيه. معناته الناس دي شنو مكنتهم قلت خلاص خفت المكنه بقت خفيفه. زمانك بنتكلم في 200 وفي 60 وقل حاجه 90 و100 120 تاتشر متحرك 300 متحرك 500 متحرك 200 متحرك 300 الان ما في كلام زي ده. الان بيجمعوا لما انقلبوا انقطع ما بتم لون 20 لو خلاص بالغوا جمعوا كميه من كل المناطق ما بفوتوا 30 تاتشر. ليه؟ لانه خلاص دي الخواتيم. تدمير القوى الصليبه بنسبه 90% احتمال ال 10% دي الغناصين وحتى العربات ما عندهم عربات كافيه. ناس قاعدين لهم في بيوت قاعدين لهم في سطوح بتاع عمارات قاعدين لهم جوا قاعدين واي واحد شايل له قناصة وعامل نفسه خلاص هو حينتصر. ده الباقي. لكن الطيران اشتغل في مناطق حتى اشتغل في تنبول يعني في تنبول اشتغل حول تنبول اشتغل مناطق كثيرة اشتغل فيها. وكذلك المسيرات نفس الشيء شغالة أمورة طيبة. أمس حكيت لكم بالمنطقة الضربات المسيرات والموت كان فيها بالجملة بتاع الجنجويد أمس كان بالجملة في المنطقة دي في الغرية دي. لكن ناس ما عندهم شجاعة ناس خايفين ومرعوبين من الجنجويد جروبات نشروا فيها الحاجة الغلط. بالنسبة لسنجا الأمور ماشية زي ما قال الكتاب. الطيران اشتغل هناك والجيش يتقدم وصل احتمال جوا خط ستة هو الجون جيش الدندير والله ما تضيع لأنه لو ربطنا العيون بجيبها القصة انتهت بهناك. في غرة السكر والمناطق نظافة تقيلة. أنا أديك أنه خلاص سنجة بيقت. في ناس طلعوا من سنجة ديل متعاونين فيهم بنات وفيهم نسوان طلعوا مشوا بيوين مشوا بالحواتة الليلة الكلام ده
عارفين انه الجيش جاي، طلعوا الليله وطلعوا وماشيين، اساميهم مرفوعه، اعمارهم مرفوعه، صورهم مرفوعه، لكن للاسف مروا من الارتكاز بتاع الجيش. الان جوا الحواته، وما حيقعدوا في الحواته، حيكونوا دخلوا القضارف. الكلام ده حقيقه اللي بقوله لك ده حقيقه. اساميهم معروفه من سنجا، كانوا متعاونين، فيهم مره وفيهم واحد معاه واحد ومعاهم بنات، مشوا طلعوا وجابته لحد قريب الحواته العربيه بتاع الجنجويد، ونزلوا منها وعبروا وطلعوا مشوا، والان دخلوا على الحوات، واحتمال يكونوا مشوا على القضارف. احنا بيناتنا الوسخ، والله بيناتنا الوسخ. لو قلنا لك احنا والله بيناتنا وسخ، وسخ مبالغه. ناس قاعدين مع الجنجويد معاهم، وقاعدين معاهم الفتره دي كلها، يا دوب طلعوا الليله. ومرفوعه اساميهم ومرفوعه صورهم، لكن ما قبضوهم. لكن ما قبضوهم، دخلوا بالحواته، دخلوا بالحواته. والوصلتهم عربيه بتاع الجنجويد. ودي الحقيقه، اساميهم عندنا وحيتقبضوا. والله الا كان تطير وحتتقبضوا. والناس اللي فكوكم ديل حيتقبضوا. والله لو لواء، لو فكاكم البرهان، الفريق البرهان حتتقبضوا. والله لو فكاكم البرهان حتتقبضوا. اسمعوا الكلام ده كويس. شفت لو البرهان اداهم تليفون قال لهم خلون ديل، والله تتقبضوا ببرهانكم. ما نحن حالفين غسم البلد دي بتنضف بتنضف. والله تنضف بتنضف. لو بقيت بقيت ما بقيت. لو شفت فريق قسما بالله ينظف البلد دي منك. وقسما بالله لو كنت فريق البلد دي بننظفها منك، قسما بالله العظيم. ده عهدنا. البلد دي ما بيعيش فيها فاسد. يعني انت فكيت الناس دي الارتكاز اللي دخلوا به معروف، فيه فلان وفيه فلان وفيه فلان، وقسما بالله تاخذ طلقه في راس ابوك لو كنت منو ما كنت. لانك انت عشان قريشات تدخل لك جنجويد عديل، وهون ذاتهم قالوا دخلنا فرحانين. فرحانين قالوا دخلنا، وعارفين نفسهم جنجويد وخايفين، لكن كانوا مشترين ناس. كانوا مشترين ناس. انت قايل نفسك حتطلع؟ ما حتطلع. احنا بنقول لك البلد دي انت بتشوف انه الناس مشغوله وده بيهينا والبلد ما، لا والله الناس واعيه وما سكرانه ولا محششه. متابعين دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه. متابعين السودان كله. في كل السودان بنكون متواصلين، عارفين الخاين وعارفين العميل وعارفين وضع الحرام. وكتاب الله الكريم. قلت لك لو بقيت الفريق البرهان خدت الوطن والله ما نخليه. وكتاب الله ما نخليه. في حاجة تاني، البرهان فريق في زول أعلى منه ما في، وقسما بالله لو البرهان خان الوطن قسما بالله نشنقه. ولا بنجامل ولا في زول أكبر من الشعب السوداني. الناس اللي قدمت روحها ما قدمتها عشان الحرامي، ولا قدمتها عشان المجرم، ولا قدمتها عشان الفاسد، ولا قدمتها عشان العميل، قدمتها عشان الوطن يتبني صح. لما انت شايل بندقيه ولابس شرف الدوله وقاعد لك في ارتكاز وبتمشي لك جنجوين، معناته تستاهل طلقه في راسك. ولا بدون محاكمه، طلقه في راسك. لانك انت ما راجل. لانك انت ما راجل. لانك انت عميل وسخ. لانك انت ما راجل، ودي الحقيقه. عشان كده الارتكاز دخل الناس الليله الجايين من سنجل فيهم النسوان بين راسك. اسمك معروف ومكتوب وصورتك ذاتها فيه. في كلام اكثر من كده؟ والله صورتك موجوده. عشان نوريك احنا الرجال اللي ما بتعرفوها. لو فاكرين انكم تاني في قانون بيحمي مجرم، والله كذابين. والله لا في قانون بيحمي مجرم، ولا في قانون بيحمي فاسد، ولا في قانون بيحمي لزول ما راجل. في ناس قدمت روحها كرمال الوطن، الوطن ده بيتبني، شاء من شاء، ابى من ابى، نطط من نطط، جنة من جنة، الوطن ده حيتبني حيتبني. والحاجة اللي دايرينها نحن بتبقى بتبقى. بتبقى بتبقى غصبا عن ابو اي زول بتبقى. احنا ما قعدنا نقول لكم كلام، بنقول لكم دي الحقيقة. احنا ما مستحيل ناس يكونوا قاعدين في الصفوف الامامية وبيكاتلوا وفي جوادين، الواحد فيهم ما راجل ما قاعد يجي المعركة بس محرسين له طريق وبيقبض قروش وبدخل الجنجويد. تعيش ليه؟ بيخليك تعيش شنو طالما انت ارتكاز وقاعد
تمثل الدولة، يا إما تبقى راجل وتتحمل المسؤولية، يا إما ما تقعد، يا إما ما تقعد. الكلام ده واضح والرسالة واضحة. الناس دي حيتقبضوا حيتقبضوا، يعني ما بيطلعوا ما بيطلعوا. احتمال الحوات لقوا العميل، لقوه ولقوا دخلوا، لكن بيتقبضوا بيتقبضوا، ودخلهم بيتقبض بيتقبض، موضوع منتهي. بالنسبة للغرة بتاع السنار، الناس دي شغالة، حتى الجزيرة بتاعت مدني شغالين طيران، في ارتكازات في مناطق، في قوة متجمعة في اللنغاز، وين وين اتجاه مدني بهناك عاملين كماين، يدقوا الطيران دقاون. في حاجات انت ما عارفها، وفي حاجات انت بتشوفها بتعرفها. انت احتمال دول يدق لك من منطقتك في مدني يقول لك والله ما عندنا الجنجويد، قال له، لكن انت ما عارف الجنجويد قال له مشى وين. انت بس المعلومه اللي عندك انه الجنجويد الان في مدني ما في، عليها انت بتبني، يلا يا الجيش الجنجويد ما في همشي. لو الجيش بيسمح كلامك، الجنجويد قاعدين في الكنابي في اللنغاز، وين وين وين، عاملين كمان بهناك قاعدين حارسين الجيش. المعلومه جاتك دي، الجنجويد قاصد يوصلها ليك، وقاصد انها انت تحكيسها للراي العام وتحكيسها للجيش انه الان ما في حاجه، عشان الجيش بتاعنا يتقدم، عشان الجنجويد يقول يا سلام ويصور لك وقبضناه وسويناه والمعامله كيف. احنا هنا لا بنضغط في جيشنا ولا بنقول له تقدم، ولو جانا تلفون من مدني وصور لنا فيديو لايف من جوا مدني قال لنا مدني فاضيه، ما بنقول له الجيش يتقدم، لان دي ما مرحله بتاعت كذب، وما مرحله بتاعت طلس، وما مره، لانه احنا ما شايفين دي. الناس عندهم مسيرات، عندهم طيران بتاع استطلاع، عارفين وشايفين، لما يلقوا الطريق ما فيه حاجة بيدخلوا. شغالين الآن، شغالين بيكسروا في الغوات القاعدة عاملة كماين بيدمروا فيها، في غوات عاملة كماين الآن بيدمروا فيها، في مناطق فيها غناصين بيدمروا فيها، أنت ما شايفها هون شايفيننا. أنت بجيك تلفون بيقول لك أي والله حي هنا ما فيه، وهنا ما فيه، وهنا ما فيه، صح؟ لكن الجنجويد قاصد يوصل المعلومة دي. المعلومة دي دايرة تصلك عشان الجيش يجي أعمى. طوال الناس تضغط، والجيش والجيش ما داري يخش، والجيش لازم يخش، والجيش ليه ما يخش، ولازم يمشي الجيش، يمشي الكمين طوالي جيش، بعد شويه الجنجويد يقوموا لك اي وقتلناه وسويناه، وديل اولادنا. عشان كده الناس تعرف انه جيشك متقدم وشغال، وقت ما ربنا يقول لا كوني بتكون، لا عارفين انه بتين بخش، ولا عارفين انه ماشي بتين، ولا عارفين انه، لكن كونك تقول هاد جزيره بتين دي ما بيحددوها، ده ما يوم عيد ولا عيد وطني، ده حرب. لو الناس عارفينها ذاته ما بقولوها، لانه كيف نقول لك هاد جزيره بتين؟ نقول لك شنو؟ الجزيره بكره، الجزيره شنو؟ لا لا ما في زول بيحددها، دي حرب. والحرب لازم يكون فيها عنصر بتاع مفاجاه. ولا ما تكون كلام انت دار توري العدو انا جايك بعد بكره بالشارع الفلاني. العدو ده حيقعد يحرسك لما انت يجوا جوا، مستحيل. العدو ده حيمشي يعمل ليك ويسوي يجهز ليك ومسيرات وكماين وعادي. عشان كده الناس يا جماعه ما تشفق، الشغله ماشيه وماشيه زي ما مخطط ليها، والجنجويد ماشي ينتهي وماشي يدمر. اي محتاجين الزمن، احنا الرساله اللي بنوصلها للقياده ان احنا محتاجين الزمن، وانت محتاج الزمن. قدر ما انت تنتهي المعركه، المجتمع الدولي ما بيقدر يخطط الان، بدوا تاني يتململوا، القحاطه حركوا لك العالم تاني. مشوا لبريطانيا، بريطانيا قالت حتعمل جلسه يوم 12/7 على اساس انه تزيد كميه الاغاثه، لا لا ما عايز زياده كميه الاغاثه، عشان تلقى لها مخرج، عشان تلقى لها مشروع قرار تقدر تدين به الجيش السوداني، ولا تدخل به وامداد، ولا تعمل لها مناطق امنه حسب ما دايرين القحاطه اولاد الحرام. فانت كل ما تاخرت كل ما اديت مجال للمجتمع الدولي انه يتحرك. كل ما انت تاخرت كل ما اديت المجتمع الدولي اديته حاجات مساحه بتاع الزمن، واديت الجنجويد يجيبوا امداد. مفروض الزمن ده يكون حريص عليه الغايد بتاع الجيش اكثر من المواطن السوداني، لانه عارف انه اي ثانيه بتمر في مصلحته، ما في مصلحتنا نحن. لانه نحن الناس في أسوأ وضع، وفقدوا أهلهم، وشفنا أمس الفيديو بتاع ود الجزيرة، الولد من الجزيرة اللي قال عندنا بناتنا تلبن الموية عاد، وقال لو فضلنا واحد نحن مع جيشنا. الكلمة دي ما بتأثر في القيادة؟
ما بتأثر فيك البرهان وليت والمعاك اللي قاعدين فوق العنقالة؟ ما بتأثر فيك الكلمة دي؟ كونه ده للآن عندهم بنات تلبن الموية عديل وقعا في البحر، وقال لك لسه جيش واحد شعب واحد زي ده، لو الحرب بتنتهي بعد شهر انا احاول اقلل اعملها ليه بعد 3 يوم 4 يوم، لو بتنتهي بعد اسبوعين اجيبها لي اسبوع، احاول اجتهد احاول اسوي احاول. ليه؟ لانه المستحمل فوق طاقته، الناس دي بتستحمل حاجات فوق طاقته، واحنا بنقول لهم لسه استحملوا وصابرين والله، والجمر في خشمون بياكلوا مش الجمر مولع، وصابرين صابرين ليه؟ لانه عارفين انه لو يتكلموا بيطعنوا الجيش من ظهره، وهم ما دايرين يطعنوا الجيش من ظهره. ناس الجزيرة وعي، جزيرة رجال، الجزيرة جسائر، القحاط دار يستغلها عشان يقدر يطعنك بقى في ظهرك ويضغط عليك بشعب الجزيرة، لكن لأنه إنسان الجزيرة واعي وراجل وفارس أصله ما فتخ شمه. ومثل الكلام ده قالوا مواطن فقد وماشي 3 يوم برجوله، قال بناتنا تلبن الموية، لكن لو فضل واحد إحنا معاه جيش واحد شعب واحد. لا قال والله ليه الجيش ما جانا، ولا قال ليه الجيش ما حمانا، ولا قال والله الجيش ليه، لأنه ما في زول بيتدخل، دي حاجة ما معروفة، في حاجات ما معروفة، وفي حاجات الناس بيدفعوا الناس لا دفع عشان يقولوها، وبيضغطوا على الناس ضغط. والجنجويد لما قال لك قتل في الجزيرة قال ليه؟ عشان يضغطوا على الجيش. القحاطة لما نرد الأوردر طلع للجنجويد من القحاطة ليه؟ عشان يضغطوا على الجيش بناس الجزيرة، عشان عشان ناس الجزيرة يكون اليد اللي بتوجع الجيش، عشان بالضغط الشعبي بتاع ناس الجزيرة الجيش يفقد الخططية ويفقد ويفقد التراتبية والناس تتحرك والجنجويد ينتصر. ما هي كده، ما هم دايرين يضغطوا ليه بالمجازر اللي عملوها في ود النورة وعملوها في السريحة وعملوها في عشرات الغرف في الجزيرة؟ ليه كانوا بيعملوها؟ بيعملوها عشان يضغطوا على الجيش انه الجيش يتحرك. حركة الجيش معناته الجنجويدي ممكن تقول له ماشي الناس المتحركة دي ساء. ليه؟ لأنه بدون خطة وبدون أي حاجة. لكن كل ما الجيش رتب صفوفه ومشى بخطة، الكلام ده ما بينفع مع الجنجويد ولا مع القحاطة، لأنه الجنجويد لا عندهم خطط ولا عندهم فهم ولا عندهم وعي، عشان كده بيستخدموا الشعب في الضغط على الجيش. وناس الجزيرة واعيين ورجال أولاد رجال، وقسما بالله لو كان عندهم السلاح كانوا وقفوا، ما عندهم السلاح، ما فاكرين في ناس ممكن يوم من الايام يقدروا بيهم، وما خاتين انه الناس دي كلها واحد، وما خاتين انه الناس اللي عاشوا معاهم ديل ممكن يوم من الايام يوصفوا لهم بيوت، وما خاتين الكلام ده. لكن القحاط داير استغل، داير في ناس بيخشوا طوالي وهوا الجزيره تعب، انت ما عندك، انت تعبان شيل سلاحك، والله ما يدوك سلاح قول لنا مدونا نشتري لك نحن، يا تشيل الصبر وتقعد وتتفرج، يا تشيل سلاحك وتنزل الميدان، لانه الميدان ده ما بي الناس تتحرك وما تتحرك، دي وطن، ممكن الجيوش دي كلها تنتهي في يوم واحد بحركه غلط من الجيش، بحركه غلط من الجيش ممكن الجنجويد يستغل والجنجويد يخشوا ليه قضارف وليه كسل وليه بورسودا واستلموا السودان كله. الشغله ما بالسهله، دي حرب، انت ما قادر تشيل الصبر انزل الميدان. اي زول دار السلح من ناس الجزيرة امشي المناقل بتتسلح، امشي البطانة بتتسلح، اي مكان امشي قول مدوا راقد السلاح. زمانك ما في، حتى الجيش ما كان عنده سلاح، خلي المواطن بداية الحرب حتى الجيش ذاته سلاحه وقلنا ما عنده. عشان كده الصبر، ما نبقى اليد اللي بيمسكونا بيه عشان نوجع الجيش. احنا جيشنا دمعة، وزي ما قال بمسنا بتاع الحميم ده الولد ده، والله ده بمسنا كلنا في الجزيرة، وده كلام ناس الجزيرة، وقالوه وهن في ود النورة قبل اليوم، وقالوا ناس استريحة برضو نفس الشيء، قالوا ناس استريحة مهما فقدوا مهما سووا، وقالوا ناس التكينة، وقالوا ناس ازرق، وقالوا ناس كل اي غرية في الجزيرة دي فقدت، والله ما طلعت يوم دان الجيش ولا وقفت، بالعكس قال لك مع جيشنا. والحاجة دي هل عملت رجحت الكفة وخلت الجيش يتقدم وخلت الجيش الآن ينتصر؟
احنا اتأذينا من الخونة اللي حاطل بيناتنا، اتأذينا من الخونة اللي قاعدين معانا في الجزيرة، الخونة القحاطة، القحاطة يا هنا في الجزيرة الخانوا الشغالين والصافة حكايات. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. لايك ومشاركة في قناة 24 والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. موقف العمليات، ألف مبروك للشعب السوداني وألف مبروك القوات المسلحة في محاور سينجا. كانت استلام قوات المسلحة بعض المناطق طبعا في محاور سينجا. صورة جو كانت تعمل مع تجمعات جنجبيل طبعا في محاور سينجا وعلى محاور سنار. سنار كان أمس استلام طبعا المناطق طبعا في سنار أو غربي السكر. في جزيرة برضو فيها تقدمات من القوات المسلحة في على محاور الجزيرة، برضو استلام كان القناصين. قوات أمن خاص كان أمس ما شاء الله في محاور الجزيرة كان يشتغل شغل كبير جدا في محاور الجزيرة. أيضا برضو فيها طبعا كوبري بيكا فيها أو تمت سيطرة من قوات مسلحة، برضو جيش طبعا على مشارب طبعا طنبول. أمس كانت فيها تداول مع مسيرات طبعا في محور طنبول. أمس كانت جغمة كبيرة جدا في السوق أو في داخل سوق طنبول من مستنفري جنجويد طبعا انجغمت طبعا في على مشارب طبعا طنبول. أزهري أمس كانت نسور الجو كانت مكثفة على محاور حي الأزهري في جنوب الخرطوم. كانت شغل مختلفة تماما. نيل الأبيض نسور الجو برضو كانت جغمت تجمعات طبعا في محاور نيل الأبيض، والحمد لله نيل الأبيض طبعا آمنة ما فيها كلام. جبل أولي أمس كانت نسور الجو برضو كانت يعني تم التعامل مع بعض الأهداف مدرعات وجبرة وممتازة جدا على محاور مدرعات وأحياء الجبرة، والحمد لله فيها بشريات طبعا من محاور مدرعات. ننسى قريب إن شاء الله. تحياتنا شباب، شكرا لكم ولي قدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.